على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بيسعدنا ان ينضم الينا الاستاذه فريدريكا ماير، وهي ممثله لصندوق الامم المتحده للسكان في مصر، وشاركت في جلسه تحت عنوان نحو عالم امن وشامل للمراه. سعداء لوجودك معنا اليوم سيدتي، اشكرك على دعوتي. هل من الممكن أن تحدثيني عن النقاط الأساسية التي خرجت بها من الجلسة التي كنت تحضرينها؟ أولا أريد أن أقول أن هذه الجلسة كانت جيدة جدا، وكان بها الكثير من الرسائل التي تبعث الأمل، وخصوصا بعد الجائحة التي كان الكثير يعاني من الأزمات في هذا الوقت، وقت الجائحة. لذا فإنها كانت رسالة أمل. بشكل شخصي أنا كنت منخرطة في الجلسة الخاصة بأنقذوا السيدات، وحقيقة أثناء الجائحة كان هناك الكثير من الأعباء على السيدات، وكان هناك أيضا عنف مبني على النوع الاجتماعي، وهذا ما كنا نتحدث عنه في جلسة إنقاذ السيدات. ما الأمور التي ناقشتوها لحل هذه القضايا؟ ما ناقشناه على سبيل المثال هو التنمر الإلكتروني. على سبيل المثال، السيدات الذين يدخلون لأول مرة على الإنترنت ولا يكونوا على وعي كامل بالإنترنت يتعرضون للتنمر الإلكتروني، وتحدثت عن هذا النوع من التنمر، وتحدثت عن حقوق الجسد وكيفية أن يكون النساء آمنون على الإنترنت، وأن يكون هناك حقوق خاصة بالجسد ومثل حقوق الملكية، حقوق الطبع. وهذا يعني إذا قام شخص بوضع صورة شخص آخر على الإنترنت فيكون له الحق في الشكوى عليه. تحدثتم عن النساء في زمن الكورونا، بأي شكل تحدثتم؟ أثناء فترة الإغلاق زادت حالات العنف ضد المرأة، وكانت النساء في حالة انغلاق داخل البيوت، وكانت تعاني من الضغوط، وأصبح الكثير من الرجال عاطلين عن العمل، وهذا زاد من العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، كان لدى المرأة فرص أقل للحصول على الخدمات، وهذا ما تحدثنا عنه. علاوة على ذلك، فإننا تحدثنا عن جهودنا حول إيجاد أماكن آمنة للسيدات، وعمل عيادات لمعالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعمل خط مساعدة للنساء، ويمكن للنساء من خلاله الاتصال في حالة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي. التوصيات الأساسية في الجلسة: يجب أن نبني أنفسنا بشكل جيد أفضل، يجب أن نتعامل مع الأمور الخاصة، وأن تكون للمرأة دور أساسي في أجندة التنمية والاستجابة للأزمات. يجب أن نتأكد أنه في حالة وجود أزمة فإن يجب إدماج المرأة في حلول هذه الأزمات والاستجابة لها. ما هي الرسالة التي تريد أن ترسلها إلى الشباب والنساء بشكل خاص؟ للشباب وإلى الرجال أقول لكم: من فضلكم عامل زوجتك، صديقتك، أختك بشكل محترم، ولا تستخدم يديك في حالات العنف. هذه نقطة ورسالة مهمة جدا، وهذه رسالة للشباب وللفتيات. أقول: كونوا على ثقة بأنفسكم وافخروا بأنفسكم وثقوا في قدرتكم، واعلموا أنكم جزء من أجندة التنمية. شكرا جزيلا سيدي. يعني مشاهدينا، كانت معنا الأستاذة فريدريكا ماير، وهي ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.